مناقشة حصاد التظاهرات مشاهدينا الكرام في المحافظات العراقية. نرحب بضيفنا السيد شاهو القرداغي من اسطنبول، الباحث في الشأن العراقي. مرحبا بك. مرحبا، حياكم الله. إذن عام 2018 شهد العديد من التظاهرات، إلى أي مدى عبرت هذه التظاهرات عن حقيقة ما يعيشه العراق؟ حقيقة هذا العام كان عاما مليئا بالتظاهرات والاحتجاجات في كافة المدن العراقية وخاصة في المحافظات الجنوبية. ومن الممكن القول أن الحكومات العراقية السابقة وأيضا الحكومة العراقية خدرت المواطنين بأنها انشغلت بمحاربة الإرهاب، لذلك لم تستطع أن تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل. ولكن مع انتهاء ظاهرة الإرهاب أدرك المواطنون أن مشكلة الفساد مشكلة عميقة، وأنها لا تتعلق بالإرهاب بل هي تتعلق بمنظومة الدولة ومنظومة الأحزاب السياسية الموجودة في العراق. وبالتالي قد نسميها صحوة الوعي المتأخر الذي وصل إليه المواطنون، وقرروا الخروج والتعبير عن رفضهم للفساد والمطالبة بحقوقهم في المساواة وتوزيع العادل للثروة، وأن لا يكون محتكرا على الطبقة السياسية الحاكمة في العراق. وبالتالي خرجت المظاهرات وكانت على نطاق أوسع، لم تقتصر على بعض المحافظات على بعض المحافظات الأخرى، بل توسعت في كافة المحافظات العراقية. وهذا ما يعني أن المشكلة هي مشكلة عامة، هي مشكلة الحكومة بشكل عام وليست مقتصرة على محافظة واحدة، وهي مشكلة الفساد الذي نخر الدولة العراقية، وأيضا إخراج المليارات من الدولارات دون توفير الخدمات الرئيسية للمواطنين، وأيضا تكرر المأساة والكوارث في فصل الشتاء وفصل الصيف، وأيضا تكرر نفس الأخطاء دفعت المواطنين للتعبير عن غضبهم عن طريق الاحتجاجات والمظاهرات السلمية التي هي حق طبيعي لكل مواطن عراقي محروم من أبسط الحقوق المشروعة والخدمات الأساسية التي يوفرها أغلب الحكومات الموجودة في العالم. ما الذي يعنيه انتشار التظاهرات في محافظات الوسط والجنوب ولا سيما محافظة البصرة؟ بلا شك يعني الفساد الكبير الموجود، وخاصة أن محافظة البصرة هو خزان نفط هائل ويستطيع أن يعني يوفر النفط ويوفر الثروة لكل محافظات العراق. وبالتالي لم يتم صرف الثروات الموجودة في هذه المحافظات لخدمة المحافظات ولا لخدمة المحافظات الأخرى. وبالتالي أدركت هذه المحافظات هذا الأزمة الموجودة في الدولة العراقية. وأيضا أمر آخر، السلطة الحاكمة والأحزاب الطائفية الموجودة في العراق تدعي أنها تمثل الطائفة الشيعية التي تتمركز وتتواجد في هذه المحافظات، ولكن هذه المظاهرات يعني كشفت حقيقة واضحة بأن هذه الأحزاب لا تمثل أحد، بل تمثل مصالحها وأجندتها الخاصة وأيضا أجندة طهران التي تدعمها. وبالتالي الرفض الشعبي خاصة في هذه المحافظات كشفت أن هذه الحاضنة الشعبية التي كانوا يتاجرون بها وكانوا يدعونها أنها ادعاء كاذب، وكشف عن أنهم لا يستمدون الشرعية من التأييد الشعبي للمواطنين بل بسبب التزوير والاحتيال في الانتخابات، وإلا ليس لديهم الحاضنة الشعبية حتى من المحافظات التي يدعون أنهم متواجدون لحمايتهم. إذن كانت هذه أبرز النتائج التي ذكرتها التي تولدت عن التظاهرات حتى الآن. طيب، ما الرسالة العامة التي أراد المحتجون إيصالها من إحراق مقر القنصلية الإيرانية والأحزاب الحاكمة في البصرة؟ بلا شك أن الرسالة الأهم هو الرفض الشعبي والشعور الشعبي بسلبية التدخلات الإيرانية في العراق. حسب التقارير التي أجرتها المراكز الدراسات الدولية أن حتى في داخل الأوساط الشيعية هناك وعي، هناك أكثر من 50% من المواطنين يشعرون أن التدخلات الإيرانية في العراق كانت سلبية وأضرت العراق أكثر مما نفعت العراق. وبالتالي إعادة النظر في جدوى هذه العلاقة مع إيران، وأيضا المقرات الفصائل والميليشيات الشيعية والأحزاب الشيعية التي لديها علاقات مع إيران، لأن هذه الأحزاب هي التي تحكم في العراق وتمثل الأجندة الإيرانية. وبما أن إيران ادعت المظلومية ونشر العدالة، ولكن على أرض الواقع كان الأمر مختلفا تماما.
ورغم أنهم نجحوا في تغدير المواطنين في هذه المحافظات لفترة طويلة، ولكن مواطنين هذه المحافظات أدركوا في الأخير ووصلوا إلى وعي كامل بخطورة تأثير التدخلات الإيرانية التي جلبت لهم المخدرات والفساد والإرهاب، وأيضاً جعلت من شباب هذه المحافظات وقوداً لمعارك داخل العراق وخارجه، وهذا ما جعلتهم يحرقون القنصلية العراقية ويرسلون رسالة واضحة إلى إيران بأنهم لا يريدون التدخلات الإيرانية. طيب، كيف تابعتم التعامل الحكومي مع تظاهرات، وماذا عن تدخل الميليشيات في قمع المتظاهرين؟ بلا شك التعامل الحكومي لم يكن مستغربا، لأن الأجهزة الأمنية القمعية وظيفتها هي قمع أي تحرك شعبي أو احتجاجات حتى لو كانت سلمية والقضاء عليها، ولكن الأمر الجديد هو التنسيق الموجود بين قوات الشرطة الحكومية وأيضا الميليشيات الطائفية لقمع المظاهرات بشكل كامل، وهذا الأمر رأيناه في محاربة الإرهاب يتم التنسيق فيما بينهم، ولكن أيضا في محاربة المواطنين أيضا واجهوا المواطنين العزل المدنيين بالرصاص، وهذا يدل على أن حقيقة نشوء هذه الميليشيات التي ادعوا أنها أنشئت بفتوى لحماية المواطنين، ولكن التعامل مع المظاهرات كشفت حقيقة أخرى معاكسة، وهي أن هذه الميليشيات لحماية مصالح خاصة ولقتل المواطنين إذا خرجوا عن الخط المرسوم أو طالبوا بحقوقهم المشروعة. إذن على الرغم من كل هذه التظاهرات، لكن الفساد بقي على حاله دون وجود بوادر حقيقية لمحاسبة المفسدين، وأن ملف الخدمات بقي على حاله. هل تعتقد سيد شاهو أن هذه الأسباب وغيرها كفيلة بانطلاق مرحلة أخرى من التظاهرات؟ بالطبع، لأن عوامل ظهور المظاهرات إلى الآن باقية ولم يتم معالجة الفساد الموجود، وأيضا تم منح فقط الوعود والشعارات من قبل الحكومة ومن قبل حتى السيد عادل عبد المهدي، إلى الآن لا يوجد خطوات فعلية لمعالجة المشاكل التي تؤدي إلى خروج التظاهرات، وبالتالي من الممكن ومن المتوقع أن يخرج تظاهرات بشكل أوسع خلال العام القادم، لأن الفساد يتراكم ويزداد وليس هناك أي إرادة جدية من قبل الحكومة العراقية الحالية الجديدة لمحاربة الإرهاب ولمحاربة الفساد بشكل فعلي، وبالتالي من المتوقع أن يخرج مظاهرات بوتيرة أعلى خلال السنة القادمة. شكرا جزيلا لك السيد شاهو القرداغي من اسطنبول، الباحث في الشأن العراقي.